أول فقرة بدنا نبدأ فيها عام 2014 هي كيف نبدأ عام 2014؟ جواب هالسؤال أكيد بتجاوبكم عليه ضيفتي اللي موجودة معي بالاستوديو، ضيفة متألقة ورائعة، وهي رئيسة الجمعية الدولية للقيم الإنسانية وأول معلمة أردنية لمنظمة فن الحياة، سيدة إيمان مطلق. صباح الخير صباح وكل عام وانت بألف خير. كل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله سنة 2014 سنة خير علينا كليتنا. كيف نبدأ رشا؟ ابتسامة من القلب. بدنا كل اللي عم بشوفونا هلأ يبتسموا. يس. هيك بدنا ونتذكر إشي واحد، إنه 2013 مرقت وخلصت. عنا هلأ اللي موجود بين إيدينا، اللي بين إيدينا هلأ هو 2014 بس بنبلش فيها بابتسامة تكون كتير كبيرة. طيب هلأ أكيد كل سنة كل شخص أنا متأكدة وكل اللي عم بشوفونا هلأ بأيدوني بحكي أنا السنة الجاية بدي أعمل 1 2 3، ببلش أول يوم بالسنة بنبدأها بابتسامة ويلا بدنا نعمل خطوات معينة، ولكن بتبلش سنة وكل شيء بروح. كيف ممكن عن جد نعمل خطة لنبدأ فيها سنة 2014 بطريقة إيجابية تخلي حياتنا أحلى وتخلي جو هالطاقة الإيجابية الموجودة معنا بالستوديو موجود أيضا بحياتنا؟ حبيبتي أهم شيء أو المفتاح المهم اللي نركز عليه هو الفوكس أو التركيز، التركيز على أهدافنا اللي إحنا بدنا إياها بالحياة، وإنه إحنا كيف نحافظ على التوازن بحياتنا. الحياة مش حلوة بس إنه إحنا نكون ناجحين بالكارير أو بالشغل، ناجحين بس بالعمل، إنه أنا والله عم بشتغل شغلتين، شغلة هون وشغلة هون وناسية صحتي، ناسية حياتي، ناسية أسرتي، ناسية كيف أعطي للمجتمع اللي أنا عايشة فيه. العطاء هو اللي بيجيب بهجة للقلب. إذا أنت بتنتبهي وإحنا ماشيين من الدنيا لا واحدة ماخذة معها جوزها وهي ماشية، ولا واحد ماخذ أهله ولا أخوه ولا ابنه. صحيح. ولا ماخذة معي مصاري ولا سيارة ولا بيت ولا إشي، ماخذة شو؟ ماخذة إيش اللي أنا أعطيته حلوة بهاي الدنيا. كلنا بالآخر رايحين. صحيح. بس اللي بتبقى هو العطاء اللي إحنا بنعطيه. فأهم شيء إن إحنا نحافظ على التوازن بحياتنا، إنه نكون عم نعطي، عم نشتغل، عم بنحقق الفاينانشال جولز، عم بنحقق حياة هادية بعيلتنا، صحتنا تكون منيحة. هذا هو التوازن. إيمان أنا ليه عم بسألك هاي الأسئلة؟ ممكن أنا وكتير بعرفه إنه أنت كل سنة تحطي جولز، نقاط معينة، ويمكن نقاط شبه مستحيلة بالنسبة إلنا، بدي أعتبرها إلنا شبه مستحيلة. مع هيك حابة تحكي لمشاهدينا كم من جول حطيتيه بالأعوام اللي مرقت وحققتيها وبالنسبة إلي كانت إنجاز، حتى يعرفوا عن شو عم نحكي أكتر. أوكي. هلأ أنا صار لي يمكن شي 7 سنين عم بعمل كل سنة لحياتي جولز، أو إنه إيش الأشياء اللي بدي أحققها هاي السنة. عندي إشي اسمه 127 life goals. 127 life goals هدول طبعا أول شيء لازم أعمل لازم أشتري دفتر يكون بحبه، أو إنه لما أمسكه بإيدي أكون عارفة إنه هذا الدفتر رح يمسك أو هذا النوت بوك رح يكون معي لمدة سنة كاملة، بشكله بلونه بشكله بلونه بإشي إني أكون عارفة أول شيء نشي دفتر exactly منحبه exactly ومعي وين ما أروح. وين ما أروح يكون معي هو هاد؟ هذا تبع السنة الماضية، هذا تبع السنة اللي قبلها، تبع السنة اللي قبلها. عندي مثلا بالحياة 127 جول، هدول بدي أحققهم بحياتي، أشياء بدي أعملها، أشياء بدي أكونها، أشياء بدي أتعلمها. أشياء. إيش أكتر إنجاز إيمان حبيتي تحققيه وحققتي؟ إنه أجيب جرانت أو معونة للسيدات اللي موجودين بالعراق عن طريق الـIHV، وإني أغير من مهام تبعتك. هذا كان جول السنة الماضية والحمد لله تحقق. وقدرت تعملي. ونعم. شو عملتي بالضبط؟ بالـIHV اللي هو International Association for Human Value، إحنا أسسناها بالأردن قبل 2 سنين أنا ودكتورة نسرين العتيبي. ووجه لها تحية صباحية. Thank you. وأخذنا قدمنا على جرانت وتقبل لإلنا، ورحنا درسنا الوضع بالعراق، لقينا إنه في سيدات كتير أرامل ومطلقات ورواتبهم بسيطة جدا وبدهم يعيشوا. فدرست لأنه أنا فاينانشال، درست البنوك اللي موجودة هناك، لقينا إنه السيدات اللي موجودين مش موجودين بالمراكز اللي مفروض يكونوا فيها. فجبنا الجامعة الأردنية رائع. وأخذناهم على هناك إنه يعملوا لهم دبلومة
مخصوصة لهم، بدرسوهم ممتاز. اكزاكتلي. وعملنا اتفاقية مع البنوك والأماكن اللي هم بيشتغلوا فيها إنه يعطوهم راتب أفضل وإنه يعطوهم مركز أحسن بعد ما ياخذوا هاي الدبلومة. وتشيز الحمد لله يوم 24 الشهر تخريج أول دبلومة لإلنا بكردستان إن شاء الله. بهمنا إحنا نكون موجودين حتى ننقل لمشاهدينا هالإنجازات الرائعة اللي عم تعملوها. أهلا وسهلا، تعوا على إربيل. شو مهام منيجي شو مهام تانية مثلا بالنسبة إلك إنجاز وبرضو حققتي؟ كتير إنجازات. هلأ في أشياء منها شخصية، في أشياء منها أشياء حابة أعملها بالكارير، زي ما قلت لك إنه هو to keep balance. إيش بدنا يعني؟ كان واحدة من الأشياء أني بدي أركض الماراثون، ركضت 10 كيلو هون، ركضت 10 كيلو بلبنان، وهلا the next one اني بدي اي ونف يعني ان شاء الله بدي اخلص فول ماراثون. رائع. بدي اطلع على كليمنجارو ان الله راد. هايكينج. بس انت عملتي هايكينج قبل هيك صح؟ عملت، طلعت على كيلاش ماونتن، هذا 6000 الاتيتيود تبعه لهي. وهالسنه شو ناويه وين؟ هالسنه طالعين ان شاء الله احنا عم نعمل شيء مع الكانسر، انه فروم ذا لوست بوينت تو ذا هايست بوينت. مصطفى سلامي اللي هو اول واحد طلع على ايفرست عامل هاي المهمه مبادرة. واحنا طالعين مع 20 واحد، هدفنا انه احنا نلفت الانتباه للكانسر، وقد ايه عندنا ناس كثير عندها كانسر ومحتاجه العلاج. انه رشا 5 دنانير من كل انسان يمكن ما تاثر معنا بس بتفرق كثير معنا. يعني ريع هاي المبادره حيكون لدعم مرضى السرطان، فقط لدعم مرضى الكانسر. احنا طالعين بس عشان تو برينج اويرنس او نلفت الانتباه انه تعالوا ساعدوا هدول الناس انه محتاجين هذا الشيء. ايمان انا بدي نحكي اكثر عن هاي المبادره، بس خلينا نشوف شو امنيات المواطنين بالعام الجديد ونكمل لقائنا. راجعين. تحكي لنا عن سنة 2013 كيف كانت معك؟ سنة 2013 كانت سنة حلوة وجميلة جدا، وكنت موفق فيها كثير بالنسبة للجامعة واموري الدراسية. اما الاوضاع الثانية الاجتماعية كأوضاع بلد ما كانت كثير كويسة، فبنتمنى في سنة 2014 يزيد التقدم معي بالدراسة وبالجامعة، وتكون وضع البلد انه يتحسن غير عن سنة 2013. ونتمنى دائما الخير والسعادة لأهل الأردن ولكل الناس. يعني 2013 على مستوى تجربتي الشخصية جيدة، وعلى مستوى عائلي جيدة، على مستوى بشكل عام كانت صعبة على الكل زي ما احنا شايفين، على مستوى اقتصادي كانت صعبة جدا، تذبذبات بحكم اطلاعنا على المنطقة. يعني نتمنى يعني المجال اللي بعرف فيه انا اقتصاد اكثر، او انه تكون الاعمال افضل 2014 وازدهار افضل واستقرار اكثر ان شاء الله. سيئة طبعا زي كل السنين اللي قبليها، يعني صار فيها احداث كثير بشعة يعني، والاوضاع انت شايفها كيف. شو بتتمني ب 2014؟ ان شاء الله يا رب تكون احسن، ان شاء الله يكون البلد عندنا كله احسن. يعني سنة 2013 بالنسبة لي كانت كثير كويسة، لكن بالنسبة للأمة العربية كانت غير جيدة، ونتمنى يعني السلام والخير والهدوء لكل البلاد العربية بعد الكوارث اللي صارت فيها. كيف كانت سنة 2013 معك؟ والله ما شفنا الكويس وشفنا العاطل يا سيدي. شو بتتمنى بال 2014؟ إن شاء الله تكون سنة خير. والله منيحة ماشي الحال، الحمد لله منيحة، فيها الخير وفيها الشر. شو بتتمنى بال 2014؟ والله بتمنى حياة حلوة إن شاء الله يعني الكل. احكي لنا عن سنة 2013 كيف كانت معك؟ الحمد لله تمام. بتمنى إنه الأمن والسلام يعم على الدنيا كلها. على 2013 بالنسبة إلي كثير كان سيء، إن شاء الله سنة 2014 يكون أحسن وتكون دائما الاستقرار بالأردن. وشكرا للأردن إن استضافت هالعالم كله بالبلد عنده. والله هنا السنة ما شاء الله عليها كانت كويسة،
وإن شاء الله نتفائل بالسنة الجديدة تكون أفضل إن شاء الله بإذن الله تعالى. نتمنى تكون شوي أحسن، السلام يكون زيادة أكثر من سنة 2013، إن شاء الله الوطن العربي كله يكون بخير وسلام. رجعنا لكم مشاهدينا ورجعنا للسيدة إيمان مطلق لنتابع موضوعنا اللي هو كيف نبدأ عامنا الجديد. إيمان، قبل ما أسألك شو أمنياتك لعام 2014 وكيف كانت 2013، خلينا نرجع للمبادرة اللي عم تعملوها مع مركز الحسين للسرطان. نعم. في سؤال كتير لأنه مهم حابة أسألك إياه ويمكن الكل بده يعرفه، اللي هو بما إنكم طالعين لتسلق إيفرست، صح؟ لا لا، كلمنجارو. كلمنجارو. هلأ ريع الفلوس اللي بتيجي للدعم هاي المبادرة برضو بتصرفوا فيها نفقات التسلق مثلا او تكاليف السفر، تكاليف الاقامه مثلا؟ لا، هلا اللي احنا طالعين 22 واحد ووحده تقريبا، كليتنا متحملين تكاليف السفر شخصي، يعني انا دافعه تذاكري، دافعه اقامه كليتها. هلا التبرعات بتروح دايركت لمركز للدعم. الحسين ما ابدا ما لها دخل نهائيا بالدعم. نهائيا الدعم بيروح، لانه احنا عندنا 3500 حاله بالسنه كانسر عم تيجي. أفرج التكاليف تبعت العلاج أنت بتحكي من 30,000 دينار ل 100,000 دينار حسب نوع الكانسر. فإنه إيش بدهم يقدروا لا يقدروا عشان نقدر نغطي هاي الأشياء كليتها. يعني الديوان الملكي مشكور إنه عم بيساعد قد ما بيقدر، بس هو مش ما بده، هو مش قادر يتحمل أكتر من هيك ناس، يعني إنه يقدر يعالج أكتر. هلأ لو كل واحد فينا لمينا من هون 5-10، يعني احنا المبادره تبعتنا انه احنا حابين نلم مليون، وان شاء الله يا رب الله بيقدرنا ان احنا نلم مليون. يمكن هاي احلى شيء ممكن نبدا في عام 2014. انه نساعد مريض مثلا انه يشفى. هذا عطاء، ولما بتعطي اكيد بتاخدي بالمقابل، خصوصا انه احنا اذا شفنا الاحصائيه اللي طالعه من عند مركز الحسين للسرطان، رح نلاقي انه في ناس كتير شفيت، منهم اختي. أنا أختي شفيت، كان معها كانسر وشفيت، فهو مش الغول الإشي المخيف اللي ما بيشفى منه الناس. فإحنا لما بنساعد عم نعطي أمل، عم نعطي حياة لناس جديدة. صحيح. يمكن هالمبادرة اللي عم تعملوها عم بتورجي إنكم عن جد عم بتبدوا بحالكم بالعطاء. نعم. وبدكم الناس تدعم. وبرضو منذكر إنه ولا فلس بيروح لمصاريفهم الشخصية، يعني كل شيء كل فرد طالع عم بصرف من نفقته الشخصية. نعم. سؤال تاني، هدف واحد برضو سؤال تاني مهم أسألك إياه. بنشوف كتير حملات إعلانية بتكلف ملايين بصراحة. نعم. لدعم مرض السرطان. السؤال دي أسألك إياه أكيد بأنك تعاوني مع مركز حسين للسرطان، هل هاي الأمور الدعائية بدي أسميها برضو على نفقة التبرعات اللي عم تيجي؟ نهائيا هاي كلها بتكون سبونسرز او ناس بتكون متبرعة بهذا الشيء. بس في ناس بتعطي مصاري، في ناس مثلا عندها شراكة إعلانية شبكة إعلانية. نعم. فهم بيعطوا، بدل ما يعطوا فلوس بيعطوا ان هم يعطوا وعي عن طريق هاي الإعلانات. فكليتها تبرع، وليست انه مركز الحسين اكيد ما معه، هي جمعية خيرية مركز الحسين، هي ما لها علاقة، مش حكومي يعني، هي ان جي او. فمن وين بدها تكون جايبة يعني؟ طيب بدي أرجع أسألك سؤال. نعم. وهو شو أمنياتك لعام 2014؟ أمنياتي إنه نكون كليتنا عارفين إنه إحنا جايين على هاي الدنيا عايشين فيها وكلنا ماشيين. إنه لو كل واحد وعي على هاي الموضوع رح يعرف إنه ما في شيء مستاهل إنه إحنا ننقهر أو نزعل أو نكون متضايقين، إنه كل شيء بيصير لسبب، إنه إحنا نوعى داخلياً. هاي مقولة رائعة، كل شيء بيصير لسبب. نعم. كان خير أو كان بالنسبة إلا مو حلو، هو بيصير لسبب يمكن لنعمل إشي أحسن بعده. نعم. وهي قلتي لي إياها كتير قبل هيك إيمان، وفعلا كل شيء بيصير لسبب. بالضبط. It's like إنه كيف الإنسان بيكون فيه عم بعمل شغلة وإنه الله بيقول له هاي الشغلة مش لإلك، في إشي أحلى بكتير بدي أعطيك إياه. بس الفكرة إنه أحيانا الشخص بيكون مش قادر يشوف الباب الثاني اللي عم بنفتح له، وبيضله مركز هون مركز هون وبيروح عليه فرص تانية. فالفكرة إنه إحنا نكون متفائلين وإنه إحنا نكون مركزين بالأشياء اللي بدنا إياها. صدقيني ما في إنسان بيكتب الأهداف تاعته وبيحطها قدام عيونه وبيكون مركز عليها ما بيحققها. وأي هدف شو ما كان، يعني أنا لما بدي أمسك أجيب مثل هذا الكتاب أو الدفتر، بس يكون معقول يعني. معقول يعني مثلا ما بيصير اني انا اكون دخلي الشهري لتسي مثلا 2000 دينار واجي اقول انا بدي يصير دخلي مليون الشهري 2 مليون.
انه كمان يعني معقول. اني بدي احقق الشيء بدي اكون عقلانيه يعني نحط شيء انه بدنا نوصل له ليخلي عنا طموح اكثر. احنا حكينا اول شيء الدفتر بنحبه، اهم شيء ثاني شيء ابتسامه. نعم. أول شيء الابتسامة مع الدفتر خليها. نعم. قلنا العطاء، النقاط تبعتنا يكون فيها عطاء، أهم شيء العطاء يمكن قبل أي شيء تاني، صح إيمان؟ نعم. هلأ المهم أنه أنت تعرفي بناء على شو بدك تقسمي البالانس اللي إحنا قلنا عليه التوازن بالحياة. التوازن بده يكون عبارة عن كارير أو العمل، مهنة مستقرة. Exactly. وكيف هلأ المهنة ممكن تكون شهادة بدي أخذها، تعليم لغة جديد بدي أتعلمه، توسع العمل، وظيفة معينة، ترقي بالعمل، كل هاي الأشياء بحطها تحت الكارير. فاينانس أو الأموال، أي شيء له علاقة بالمصاري. وباي ذا واي مش عيب إنه الإنسان يقول أنا بحب الفلوس. طبعاً. ما لأنه أصلاً ما في حدا ما بحب الفلوس. لا، في يعني ناس بيفكروا إنه هذا عيب. نو، هذا مش عيب. بالعكس، أنا بحب الفلوس عشان أقدر أصرفها في المكان الصح، أقدر أساعد الناس اللي محتاجة. صحيح. وهذا اللي مهم. صحيح. المكان الثالث اللي هو الفاميلي أو الأسرة، كتير مهم. كتير مهم انه احنا ننتبه لاسرتنا. ما فيني اقول انه انا بشتغل علشانكم، بقول لاولادي او لمرتي او لجوزي ما انا بشتغل علشانكم، عم بطلع وبروح علشانكم. لا، اولادنا محتاجين وقتنا زي ما هم محتاجين المصاري اللي بنطلع نشتغل علشانها. صحيح. مرتي بالبيت محتاجة لإلي، ومحتاجة لتواجدي، ومحتاجة لهذا الوقت زي ما هي محتاجة للفلوس. فما في شيء بغني عن شيء. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة اللي هي الانر لايف أو الحياة أو الداخلية، تواصلي مع نفسي. كيف بدي أعطي بيس أو أمان أو حب أو أي شيء للدنيا وأنا مش بتواصلة مع نفسي، وأنا مش قادرة أقعد مع نفسي ثلاث دقائق على بعض. يعني كتير بستغرب الناس اللي بيسألوا أنت مسافر لحالك؟ طب كيف بدك تنبسط وأنت مسافر لحالك؟ إذا أنا مش قادرة أكون مع نفسي مبسوطة يوم أو يومين وأتواجه. صحيح. مع نفسي وأحكي مع نفسي، كيف بدي أكون الناس بدها تتحملني اللي برا؟ صحيح. فكتير مهم إني أعرف كيف أتواصل مع نفسي. وهاي لحالها بدها نقعد نشرح فيها كتير، لأنه هاي أكتر شغل أو أهم شغل بده يبلش من هون. ببدأ من وذن، مش ببدأ من الخارج. صحيح. نشتغل حالنا قبل ما نشتغل على اللي حوالينا. Exactly. إحنا قلنا هاي، قلنا الأدفنتشر أو اللي هي روح المغامرة. روح المغامرة. كيف بدي أحكي شكرا لإيمان أو كيف بدي أحكي شكرا لنفسي؟ لأنه كل شيء عم بعمله بالحياة لازم أحكي لنفسي شكرا. إذا أنا ما قدرت نفسي، كيف بتوقع أنه الآخرين اللي حوالي بدهم يقدروني؟ كتير مهم أني أكون بعرف كيف أكافئ نفسي. هذه كمان شغلة مهمة. وكمان في إشي مهم، السيركل أوف جينيس أو الناس اللي حوالي. الناس اللي حوالي يا بترفعني يا إما بتنزلني. صحيح. كتير مهم أنه مين الناس اللي حوالي. احيانا بكون داخلي على مكان full of energy ومبسوطه ومكيفه، بنقل هاي العد الانرجي للناس اللي حوالي. لكن لو انا داخلي مبسوطه ومكيفه واو، بلاقي اللي قدامي قاعد عم بحكي على البلد، عم بحكي على حياته، عم بحكي مش عارفه شو، عم بينم، عم blaming and complaining ومش مبسوط ونيجاتيف، ايش بتصير بالانرجي اللي انا داخله فيها؟ بتصير محبطه اصلا الانرجي. لو الناس اللي حوالي رشا ناس متفائله مبسوطه، لما بحكي احلامي وطموحاتي بيقولوا لي بتقدري، يا اذا انت ما قدرتي مين بيقدر؟ هدول ايش بيعملوا؟ طب ايمان، ممكن اللي عم بسمعنا هلا يقول لك طب بظل الظروف اللي احنا عم نعيشها والاوضاع الاقتصاديه والماديه والحياتيه وصعوبات الحياه، مستحيل نقدر انه نضحك او نفكر بحالنا او ما نقدر نشكي او ما نقدر. وفعلا هي الاوضاع الاقتصاديه يمكن بتخلي الشخص يتعب. فشو ممكن نجاوب اللي عم بيقول هيك؟ انا بشوف انه الاوضاع الاقتصاديه هاي علاقه احنا بنعلق عليها عجزنا وعدم قدرتنا على عمل الشيء. كل انسان جواه في مارد، جواه بيقدر يطلع ويقدر يعمل كل شيء. اتعرفت قبل فترة على واحد اسمه سهيل اللي كان خلص الماراثون وكسب كمان الماراثون بأمريكا وحقق إنجازات مخيفة. هذا الشاب فعلا هيز انسبيريشن. قديه حلو من جواه، خلى الضرر اللي صار معاه بنظره انه صحيح. صار كفيف، حوله لإنجازات ولنجاح. ما إجا قال والله أنا كنت عمري 17 سنة بشوف وإني أنا بسبب دكتور أعطاني أطر خطأ إنه عماني إنه صار ناقم على الحياة وصار ناقم. صحيح. على الدنيا. حول هذا الشيء لإنجازات. كل إنسان بيقدر إنه كل إشي حواليه يا إما ياخده تحدي ويقدر ينتصر عليه. صحيح. يا إما
إنسان تاني ممكن أصبعه ينجرح يقول أنا كيف بدي أقوم أتحرك، أنا أصبعي، أنا الزمن، أنا الدنيا، أنا العراق إيش عم بيصير فيها، مصر إيش، كيف بدي أقوم أشتغل. صحيح، كل إنسان بيقدر يبني من جوا نجاحه، ما إلها علاقة لا الاقتصاد تبع البلد لا اقتصاد الدنيا، هاي كليتها أشياء بنقدر نتعايش. ننسى المحيط الخارجي يمكن نركز على حالنا أكتر. صدقيني إيمان، ويمكن هذا الشيء كلنا عشنا، اللي بده شغلة بيقدر يوصلها، اللي بده يجي فلوس أو قرش زي ما بيقولوا بالعامية بيقدر يشتغل عشان يوصل له هذا القرش. نعم. بدل ما بتشتغل وظيفة واحدة تصير تنتين، بدل ما في كتير بأفراد الأسرة قاعدين ممكن يساعدوك بالشغل. صح. حتى ستات البيوت صاروا يخترعوا مهن بقلب البيت حتى يساعدوا. صح. أزواجهم. فموضوع المادة يعني المفروض ما نخليه زي ما قلتي العلاقة اللي منعلق فيها أخطائنا، يمكن لازم نسعى للشغلة حتى تجي لنا. نعم مظبوط. شو كمان أشياء ممكن نعملها بالعام الجديد إيمان؟ نعطي نعطي. صدقيني ما في إشي بسعد الإنسان غير العطاء. لما تروحي تعطي بدون مقابل، ما تكوني عم تستني إشي، يعني ما أروح أعطي إنسان لأنه يمكن أحتاجه بكرة لأنه أنا المصلحة، نبعد عن المصالح نهائيا. دور على المكان اللي لما أعطي فيه أعطي لأني أنا بدي أعطي، مش غلط نساعد بعض نوقف جنب بعض. أنا بدي خدمة أطلبها العطاء بس بدون مصلحة، مش لازم يكون بس فلوس. صحيح. العطاء بالعكس، الفلوس هي آخر شيء بعطيه، العطاء في أشياء تانية، العطاء ابتسامة، حدا يشيل دمعتك، العطاء آي كونتاكت. لما تكوني واقفة وانت طالعة من المطار عم تدفع الدخولية هاي whatever فيش، اطلعي بعين اللي قدامك وقولي له شكرا الله يعطيك العافية. صحيح، هاي فقدناها اصلا بهذا الزمن وهذا لما الشيء. تلاقي واحد عم بنظف الشارع وقفي وقفي صفي السيارة وقولي له شكرا لانك عم بتنظف الشارع. صحيح، مش رح تأثر معي شيء. لما تكوني عم تشتري من السوبر ماركت شيء ما تضلك على التليفون، وقفي مرحبا وقولي له شكرا شكرا. صحيح، حتى عينك بعينه اشكري فعلا لانه عم بيعطيكي خدمه، وفعلا هذا الشيء من جوا بخلينا نحس انه احنا عم نعطي. تواصل مره تانية، هذا نوع من انواع العطاء. انا حابه ناخذ تقرير نشوف امنيات المصريين بظل الظروف السياسيه اللي عم بيعيشوها ونرجع نتابع لقائنا. يتمنى المصريون عودة الهدوء والاستقرار إلى بلدهم وسط الاضطرابات وأعمال العنف المستمرة والتي لم تتوقف حتى آخر أيام العام 2013. وتسعى مصر جاهدة للحفاظ على الاستقرار منذ إطاحة قيادة الجيش في 3 يوليو/تموز برئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي. وشهدت البلاد موجة من التفجيرات والاحتجاجات العنيفة منذ فضت قوات الأمن بالقوة على اعتصامين مؤيدين لمرسي في أغسطس آب الماضي. على كورنيش النيل في القاهرة ذكر شاب يدعى مصطفى عيد في آخر أيام عام 2013 أنه يتمنى أن يستمع رئيس مصر القادم لأبناء الجيل الجديد. بالنسبة للشباب يشوفوا لهم أعمال شغل عامة، عشان فيه شباب كتير عامة نفسيتها تعبت من الشغل، ده اللي بتمناه يعني تبقى السنه جايه خير ان شاء الله بأمرك يا رب. انت قبل ما سجل معاك مرتب الديمقراطيه وبتمنى طبعا الرئيس القادم مهما كان مين هو نفسي في الحريه الديمقراطيه وراي الناس. يعني في ناس كتير قوي يعني شباب كتير قوي ليها عندها اقتراحات وعندها فكر البلد بس ما حدش بيسمعهم. مسؤولون في الحكومه المؤقته أكدوا أن الانتخابات الرئاسية ستجري على الأرجح قبل الانتخابات البرلمانية في إعادة ترتيب للجدول الزمني السياسي الذي أعلن عنه بعد عزل مرسي. بائع اللحوم المشوية محمد دهان عبر عن أمله في استقرار البلاد. نفسنا أن تمشي البلد تبقى مستقرة بقى والأمن بقى شغال وربنا يخلينا قائد الأعلى القوات المسلحة السيسي، وعايزين البلد تبقى ماشية حلوة. واحنا كل الشعب كله بيحب الراجل ده عشان راجل محترم، هو اللي انقذ مصر كلها، ربنا يخليه لنا ويزيد فيه البركه. ومع اقتراب الذكرى الثالثه لثوره 25 يناير يزداد الاحباط عند معظم المصريين من الفجوه الهائله بين الاهداف والطموح لتلك الثوره وما آلت اليه الاوضاع في مصر في الوقت الراهن.
على جسر قصر النيل في القاهرة ذكرت مصرية تدعى هبة أثناء مرورها بصحبة ابنها أن أمنيتها الرئيسية في العام الجديد أن تتوقف أعمال العنف وإراقة الدماء. لا إن شاء الله بإذن الله يبقى في استقرار وكل ده يعدي بإذن الله، ونتمنى من أي شاب من كل الشباب ما يحصلش عنف، يعني لأن طبعا كل الشباب اللي بتروح دي صعب، يعني على كل أم إن دناها يروح كده بسهولة، فربنا يا رب يهونها ويعدها على خير إن شاء الله. أمنية المصريين انحصرت في الاستقرار بعد 3 أعوام من الفوضى التي أصابت البلاد بعد ثورة 25 يناير، معربين عن أملهم في عودة حياتهم إلى طبيعتها، مع الأمل الأكبر في أن تحتل مصر المكانة التي تستحقها في العالم العربي والعالم. لبرنامج استراحة الجمعة، حمزة عبدات. متواصلين معكم مشاهدينا ومع السيدة إيمان مطلق. نكمل، كيف ممكن نبدأ عام 2014 بهالدفتر؟ يا هذا الدفتر كتير مهم، ومهم كمان لما نحط الأهداف تاعتنا اللي إحنا بدنا إياها، إنه نسأل ليه أنا بدي إياها. يعني أنا السنة هاي عملت شغلة إنه رجعت لكل الأهداف اللي أنا حطاها، إنه صرت ماسكة واحدة واحدة قديه بدي إياها وليه بدي إياها، أوت أوف 10 قديه فعلا بدي هذا الشيء، لأنه اكتشفت إنه في أشياء كتير ما عاد بدي إياها إنيمور، في أشياء مثلا أنا بدي إياها كتير وأنا حطاها ورا، فبلشت إني أرتب حسب الأولويات الأشياء، يعني رتب إيش بدنا نبدأ أول بالضبط، بنقاط بالضبط. بعد ما نحط مثلا، خلينا نسهلها على المشاهدين، نحط 10 نقاط بال 2014 وأنا معاهم. العشر نقاط بدنا نقسمها، بتكون فيها لازم يكون فيها عطاء، توازن، ابتسامة، فيها أمور مادية أكيد، هاي يمكن أولوياتنا حتكون إنه نعمل شيء لحياتنا بمهنة معينة، بدراسة معينة زي ما قلتي رشا. هي لو قسمناها حسب كتير يعني أركان تكون أحسن، اللي هي العمل، المصاري، الأسرة، نرجع المصاري، العمل، هيك هي اسمها صح، كلهم زي بعض. لو معك فلوس ومعك شغل منيح وما عندك صحة ما رح تستمتعي ولا شيء، بيتك مش منيح ما رح تستمتعي ولا شيء، ما عندك صفاء مع نفسك ما رح تستمتعي ولا شيء، كله بيكمل ما بعضه. عم تعطي رح تصيري زي المي الراكدة، زي مش زي الشلال، انك بتعطي وبتاخدي. كل هاي الاشياء كتير مهمة. نحط تحت كل واحدة فيهم ثلاث اهداف: عمل، عائلة، صحة، فلوس، إيش كمان؟ توازن مع توازن. النفس، أعطاء أعطاء للمجتمع، والسيركل أوف جينيوس أو الناس اللي موجودين حوالي، شو ممكن أعملهم بالضبط، وهذا كتير مهم. طيب رتبنا الأولويات، كتبنا كل النقاط، كيف ممكن ننجز هاي النقاط؟ برافو. دايما زي ما قلت لك بنكتب أول شيء، بعملها سنوي يعني لمدة سنة هاي الأهداف تبعتي، بعدين بقسمها لمدة شهر. يعني مثلا لو أنا قلت بدي أعمل 12,000 دينار خلال السنة، معناها كل شهر بدي أعمل 1,000 دينار، بكتب الجول تبعي أو الهدف تبعي هذا الشهر 1,000 دينار. بدي أعمل 3 زيارات خلال الشهر لأمي، معناها بدي أعمل 3 زيارات لأمي خلال هذا الشهر. بآخر السنة بدي أكون مساعد أبوي إنه يشتري مثلا مطبخ جديد، معناها إنه هذا الشهر بدي أوفر 100 ليرة بهذا المكان. كل شهر بحط هذا الهدف لحديت ما أحققه، بقسم ال 12 الجول السنوية كليتها تبعتي ل 12 شهر، وبعديها برجع بقسمها كمان ل 10 أيام عشان تكون في إيدي، وبمشي دايما بالدفتر تبعي بإيدي عشان أضلني كل يوم الصبح أفتح أشوف إيش اللي أنا بدي إياه. تعرفي أنا وين وصلت كمان؟ إنه الأهداف تاعتي مش بس صرت أكتبها بدفتري، رحت عملتها فيلم حلو، وخليت الفيلم يحقق الأهداف تبعتي لخمس سنين. رائع. وصرت كل يوم الصبح بعد ما أخلص البريدينج تبعتي والميديتيشن أفتح الكليب اللي أنا عاملاه وأتفرج على إيش اللي أنا بدي إياه. هذا اسمه فوكس، ركز على الأهداف اللي أنا بدي إياها. بدي أرجع بما أنك قلت بريثينج وميديتيشن، اللي هو تمارين التنفس وعلاج الروحي بدي أسميه. نعم. أنت طبعا أول مدرسة أردنية لمنظمة فن الحياة، وهذا الشيء اللي عم تقولي لنا إياه مش عم تحكينا يا حكي، هو عم تطبيع نفسك أول شيء، وبرضه عم بتدرسي لكتير أشخاص. نعم. بدي أرجع أحكي بهاي النقاط برضه
كتبنا البوينتس تبعتنا، بس كيف ممكن نشتغل على حالنا؟ وهذا الشيء انت بتطبقيه مع الـ مع الـ كل الطلاب بدي اسميهم اللي عم بتدرسيهم بمنظمه فن الحياه. شو لازم نعمل حتى نبدا زي ما كل هالاشخاص عم بيعملوا؟ كثير منيح. في دوره رح تبدا يوم الاحد اللي جاي رح اعطيها برضو في المنظمه عندنا بالارت اوف ليفينج. بيقدروا يتواصلوا معنا، واهلا وسهلا طبعا لاي حدا انه يشترك. هاي الدوره مدتها 5 ايام، كل يوم 3 ساعات من 6 للـ9. مضمونها؟ مضمون. بنعلم فيها طرق للتنفس، انه كيف نتنفس بطريقه احسن، كيف انه الدوره الدمويه تمشي بجسمنا احسن، كيف نوصل اكسجين للخلايا. شو بيفيد التنفس ايمان؟ تمارين التنفس. التنفس بيفيد باشياء كثير. اول شيء بيفيدني اني انا اشيل الاسترس اللي بيكون موجود بالجسم. انت اذا بتلاحظي لما بتكوني غضبانه بيكون نفسك سريع، لما بتكوني مبسوطه بيكون نفسك هادي. عن طريق التنفس بقدر اتحكم بالغضب، بقدر اتحكم انه كيف الدوره الدمويه تكون احسن، بقدر اضخ اكسجين بدل ما انا عم بستعمل 30% فقط من الرئه بصير استعمل 90% من الرئتين تاعتي. فهذا كثير مهم اني اني اتعلم. بنبطل يمكن عصبيه او بنسيطر على لحظه العصبيه اللي عندنا او الكشره اللي عندنا بتمارين التنفس. ما عندنا كشره، عندنا كشره بطلت ب 2014 بس تحكي. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. وايش كمان غير تمارين التنفس؟ نتعلم كمان برضه طرق انه نعيش حياتنا بطريقه افضل. كثير حلو، شفتي قد ايه انا خططت لخمس سنين وبعرف. يعني هلا صحيني بنص الليل قولي لي ايمان ايش اهدافك سنه 2016، بقوم بقول لك ايش راح اعمل ب 2016 و 2017. رائع. بس في نفس الوقت انا بعيش هلا اللحظه، وايش اللي انا بملكه هلا بين ايدي هو هذا الشيء المهم. ايش اللي انا عم بعطيه للاخرين هو هذا الشيء المهم. كثير مهم اني اعيش بس هلا. فبرضه بنعطي اسس كيف بنقدر نعيش اللحظه، كيف حلو. بنقدر نستمتع بحياتنا. احنا جايين مره واحده صحيح. وماشيين، خلينا نعيشها صح. صحيح. شو كمان ايمان تعطوا منظمه فن الحياه؟ بنعطي كمان مديتيشن اللي هي كيف نصفي الذهن، كيف بنقدر انه نريح بالنا، كيف بنقدر انه زي كانه ريستارت بس لكل البرين تبعتنا، للمخ، كيف نقدر نتواصل مع نفسنا. هاي الاشياء كثير مهمه. طب خاصه بالسيدات والرجال ولا الكل؟ لكل اي عمر، ابتداء من 17 اهلا وسهلا لحديت 80 90 100. برضه بحكم انك عاصرتي او 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 شفتي كثير اشخاص وتعاملتي معهم، حسيتي هالشيء التمارين التنفس كتير. العلاج اثرت كتير. على ناس او ساعدت او غيرت باشخاص كثير. ما تتخيلي قد ايه بكون، يعني الشيء الوحيد اللي فعلا بفرحني لما اشوف ناس فعلا استفادت. لاني انا بالنسبه لي اللي غيرني هو هاي الجمعيه. يعني انا لما دخلت ما كنت ايمان اللي هلا انا ايمان. كثير اشياء فيي تغيرت، كثير اشياء بلشت افهمها، بلشت احب الحياه اكثر، بلشت اشوف الدنيا بمنظار اكثر. كثير اثرت في ناس كثير. يعني عندنا برامج اعطيناها برضه في العراق، في برنامج مع الاي اتش في اخذناه، عملته معنا كمان مواهب هي المسؤولة عن الميدل إيست، اسمه أزهار وأنجم. أزهار وأنجم قديه في ناس لما تشوفيهم وهي عم تبكي بتقول أنا مبسوطة إنه في ناس جايين يعطونا فرصة أخرى للحياة، يعلمونا فن أو إشي جديد نتعلمه. هاي لما بتشوفيها الناس هاي بتحسي إنه فعلا أنت قادرة تعملي فرق. صحيح صحيح. طيب إيمان، هلا هاي القصص برضه سأل أنا فضولية بدي أعرف كتير أشياء منك. هاي كل هالنقاط اللي قلتينيها، هلا أنت عم تشتغلي أو أنت أول مدرسة أردنية منظمة فن الحياة، برضه رئيسة الجمعية الدولية للقيم الإنسانية، غير البزنس الخاص تبعك وأمورك الخاصة. هذا إشي كتير مهم. أنا فاينانشال أدفايزر بحب كتير كلها كانت الماركت وبحب مهام. السوق وبحب بدك تعمليها؟ كلها كانت يعني مخططات إلك. نعم. بكل سنة بتكتبيها. نعم. وأنجزتيها. نعم. ودائما نهاية كل سنة بكتب الأتشيفمنت تبعت السنة. يعني كتبت الأتشيفمنت تبعتي تبعت 2013 وإيش الجولز ل 2014 والجولز ل 2015 و16. طيب إذا بدك تنصحي مشاهدينا نصيحة وهم بدهم يشتروا هذا الكتاب ويبلشوا يكتبوا نقاط ال 2014، شو بدهم يعملوا؟ شو بتقولي لهم؟ بدي أقولهم إنه
أول شيء إنه يركزوا إيش اللي هم بدهم إياه بالضبط، إنه يكيب إنه هم يحافظوا على زي ما اتفقنا البالانس بكل مكان، ما يجي منطقة على منطقة، ما تيجي إشي على إشي، لأنه إذا إجت حياتنا الأسرية على المصاري أو المصاري على حياتنا الأسرية أو شيء على شيء ما رح نعيش مبسوطين. هذا كتير مهم، كتير مهم إنه إيش بنواجه بالحياة نواجهه بابتسامة ونعرف إنه ما رح يمرق. قريت شغلة كتير بسيطة بس أثرت فيها، بيقولك لما تيجي الطوفان السمك بياكل النمل، ولما يرجع الطوفان ترجع المي النمل بياكل السمك. يعني الله خلق دورة إنه كل إشي له وقته، كل إشي له مجاله. دائما نتذكر إنه الليل في آخر نهار، ما في حدا بيضله هون وما في حدا بيضله هون، وأحلى شيء إنه إحنا نعطي بدون إنه إحنا نكون قاعدين نستنى إشي مقابل. طيب نرجع مع النقاط اللي إحنا بنكتبها، أنا بدي أعرف كل هاي التفاصيل منك. هلأ في أشياء لازم نعملها، وهي إحنا صحينا مثلا بدنا نعمل نقاط معينة بس بنصحى على التنتين الظهر بعد الظهر، وممكن بدنا ننام بكير منضل الثلاث الصبح، فكل شيء خططنا له بيروح. وأنا يعني أنا منهم، يعني أنا بعترف ما عندي تنظيم للوقت، كيف ممكن أنظم وقتي بطريقة حتى أقدر أعمل هاي النقاط قرار اللي بدي أعملها؟ قرار. يعني الناس اللي بيدخنوا بيقولوا كيف بقدر أترك الدخان؟ قرار. قرار. أنا كنت بدخن وفي يوم من الأيام قبل برضو 7 سنين قررت أني ما أدخن. قرار، تركت الدخان. في يوم ما في إشي بخفف بعدين أفكر أروح، قرار. قرار أني أصحى الساعة 5 الصبح بصحى الساعة 5 الصبح. هو بس قرار. لازم أفهم أنه أنا لما بصحى الساعة 5 الصبح لما بتكون الناس كليتها نايمة عم تحلم وأنا اللي صاحي عشان أنفذ، هذا كتير مهم، شعور رائع. يعني هذا الفرق بين الإنسان، كيف ممكن أخذ هذا القرار؟ الفرق بين الإنسان اللي بيوصل للي بده إياه والإنسان اللي راح يضله نايم عم بحلم. هذا الفرق بيناتنا. يعني لازم أتعب هذا القرار، أجرب مرة مرتين، لازم أستمتع أني أكون أستمتع بعمل فيه. هذا القرار مش أتعب. وبنقدر ننجز هيك، يعني أنا بصير أصحى بكير مثلا دائما، لما بكون صاحية الساعة 5 الصبح بكون كتير مبسوطة أني أنا صاحية وكل الناس نايمين. شو بتعملي إيمان بهاي الأوقات مثلا تصحي بكير؟ فبصير يمكن في وقت كتير بتحبوك الشخص، بعمل البريدينج تاعتي، بعمل اليوغا، بعمل المديتيشن، بقعد اتفرج على الفيديو تبعي الاحلام، الاشياء الجولز تاعتي اللي انا بدي احققها، بقعد اكتب ايش اللي بدي اسويه اليوم، بقعد اقرا نص ساعه، بقعد ادرس. لانه ما في حدا بنتهي بالدراسه بعمر معين. انا عمري 47 سنه وحاسة حالي اني لسه جوعانة. اول امرأة يمكن بتعترف على الهواء بعمرها، وهي جرأة يعني حبيبتي. وما شاء الله عليكي، يعني صدمتيني بهذا العمر، مو مبين عليكي يعني الطاقة اللي عندك اياها وروح الحلوة اللي عندك اياها. وستيل جوعانة بدي اعمل، وعم بدرس هلأ للسي اف اي، وبدي اقدم امتحاني بشهر 6، وعم لسه بدي. فما في حدا، دائما لما تدخلي نولج جديده على حياتك، علم جديد على حياتك، العلم عمره ما بينتهي. هذا إشي كتير مهم انه احنا نبدا انه نعطي فيه. اذا عندنا فضول نعرف شو بعض، مش كلهم، من المهام اللي حطاها بدك تنجزيها لعام 2014، انا فضول وحابه ان شاء الله نستضيفك بعام 2015 ونشوف اذا انجزتي هاي المهام ولا لا. هلا انا حطيت قرار، وهذا كان قرار كتير مهم اني انا اخده، بس أخذته ب 2013 قبل ما تخلص. قررت إنه أطلع على إيفرست ب 2015 أنا وعدة سيدات. قرار رائع جدا، راح نكون 5 سيدات، خلينا نفتخر جدا. إيفرست للتوب، مش للبيس كامب ولا للسكند كامب، للتوب. عشان نكون أول 5 سيدات طالعين، راح ياخذنا مصطفى سلامه برضو وطالعين عشان نكون اول 5 سيدات من الاردن تو امباور وومن، وعشان نقول لهم انه بتقدري. وديروا بالك احنا لما بنقوى كسيدات امباور وومن، مش عشان نكون ضد الرجال، مش هما بيقولوا ان المراه ضلع من الرجل؟ طب احنا عم بنقوي هذا الضلع عشان الرجل يكون اقوى. برضو في معلومه بدي احكيها لمشاهدينا، برضو كان في مقابلة تم دعوتك من قبل الرئيس أوباما، حابة نحكي عن هاي الدعوة أكثر. هاي كانت سنة 2010 برضو، هاي كانت يمكن كنت تسعي لهذا الإنجاز. هاي أوكي، هاي مو أنا كنت عم بعمل الجولز تبعت آخر 2000 كنت
بتتفرج على اوباما لما تعين فكنت عم بكتب الجولز تاعوني وكتبت انه اي وانا بي انفايتد باي بريزيدنت اوباما بالبيت الابيض وهي انجاز وحققته ايمان يعني تم دعوتها قبل الرئيس اوباما بلشوا انه طب ليه طب هاو انت اصلا مش معروفه بالاردن انه ما في حدا بيعرف فيك ف اي سيد اي دونت نو بس انا اي بليف اني انا اي كان واي ويل وحطيتها جوا نفسي وموجود الصور طبعا على الويب سايت تبعك وفعلا رحت واجتنا دعوه انه عمل دعوه للانتربرينير او للمبدعين من العالم ودعم من الميدل ايست ناس كتير وكنت انا وإيمان مطلق كانت واحدة منهم نعم. شعورك كان لما حققتي هذا الجول I can وقد ايه كنتي مبسوطه ايمان I can كنتي مبسوطه جدا في شيء زي هيك هلا ضل حدا بدور دائما على اي علاقه ستيل لهلا كل يوم بدخل خزانتي اللي جوا أدور وين في علاقات أحياناً بعلق عليها إشي ما قدرت أعمله وبكسرهم وهاي نصيحتي لكل إنسان ما تعلق إشي على اقتصاد ما تعلق إشي على ظروف ما تعلق إشي على أي شيء بالدنيا ما في إشي اسمه علاقة ادخل جوا نفسك ودور على العلاقات اللي موجودة عندك وكسرها صحيح. هاي هي المبادرة تبعت 2014 بدي أرجع عيد لك الدرس أشوف إذا أنا حفظته عشان عن جد بدنا نبدأ سنة 2014 سنة حلوة نعم. أول شيء قلنا بدنا نعمله هو نجيب كتاب منحبه وقريب على قلبنا نعم. وبنفس الوقت بدنا نحط نقاط نقسمها العمل الأسرة إيش إحنا نشوف أكتر شيء منحسه بدنا نعمله ننجزه بنقدر ننجزه ويعني اظن ان المهام اللي انت عملتيها بالنسبه لنا يمكن لو فكرت انا بدي اقابل مثلا رئيس اوباما هي تكون صعبه شوي بس لما بحكي انا بقدر فانا بقدر بدي اقول لك شيء بتعرفي شيء كيف الموبايل بيشتغل سيجنال مزبوط بتبعتي سيجنال ببعت سيجنال لرشا تستقبل هاي السيجنال بترد على التليفون لما بطلب رقمك نفس الشيء اللي انت بدك اياه اعتبري انه في ذبذبات او سيجنال عم تبعتيها يعني قد ما هي قوية قد ما انت بدك اياها بتوصل للناحية الثانية يعني لو انا بدي فنجان قهوة بحكي انا بدي فنجان قهوة وبحكيها من جواي بيجيني فنجان القهوة صح. لانها بتوصل هاي الزبزبات لحدا بيروح بيعمل لي فنجان القهوة بيجيب لي فنجان القهوة شوفي على قد ايه يعني قد ايه اشي كتير بسيط فاي اشي بدك اياه من الحياة ابعتيه سندت ومجرد ما انت بتبعتيه رح يرجع لك مره ثانيه طيب اذا اول شيء قلنا ايمان بالكتاب نعم بدي ارجع عيد لمشاهدينا عشان انا كثير عن جد حابه يستفيدوا مشاهدينا بحلقتنا لليوم عن جد لتكون سنه 2014 هي سنه جديده وسنه حلوه وسنه مليئه بالطموحات والانجازات حافظ الدرس ايمان قال هلا دفتر نعم توازن عطاء دائما نفكر ندعم غيرنا نحط نقاط حتى لو مستحيلة بالنسبة للآخرين بس إحنا منقدر نعملها وحنقدر نعملها ضل شيء ضل إنه إحنا كمان مرة نعطي 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 نضل نعطي نرجع لمرضى السرطان اللي عم تدعميهم إيمان أنت قابلتي أكيد كتير مرضى السرطان وأختي كانت واحدة منهم حابة تحكي أكتر لمشاهدينا عن معاناتهم وشو ممكن نساعدهم؟ مركز الحسين للسرطان هون قريب مش رح ياخد اشي اذا اخذنا بس ربع ساعة او نص ساعة من وقتنا انه نطلع نتفرج ونشوف ايش اللي عم بيصير انه نقولهم كيف بنقدر نساعدكم خمس ليرات وعشر ليرات او اي مبلغ بأي مبلغ بنقدر عليه اي اشي احنا عم بنساعد انه نعطي فرصة تانية لواحد انه يعيش بدي اقول لك شيء قابلت ناس كتير معهم كانسر كل واحد بقابله كان بيقول لي كلمة واحدة أنا آخر إنسان بتوقع أنه كان يجيني كانسر يا الله يا كل شخص هيك قابلتي كان يحكي صحيح نعم. بهذا الشيء بعدين ما ضل يعني ما ضل بعائلة ما عم نسمع أنه شخص معه كانسر كان قريبنا كان حدا من عائلتنا وبتعالج الموضوع مش بطل زي أول يعني الموضوع أبدا بطل زي أول نعم. الموضوع سهل علاجه والطب تطور كتير عن زمان مرضى السرطان بحاجة دعم نعم وكيف بنقدر ندعم مرضى السرطان إيمان كيف بيقدروا يتواصلوا معاكم في لينك إذا أنا بعتلك وحننزله إحنا إن شاء الله على صفحتنا اللي موجودة رح أبعتلك اللينكات كليتها بحيث إن هم يقدروا يتبرعوا دايركت للمركز في شغلة كتير مهمة هاي إحنا عملناها بالشركة عنا في تأمين بنعمل
لكل إنسان عن نفسه، بلاش تتبرع لغيرك، بس أتليست أمن على حالك كل حقه. أفخم واحد ابتداء من 17 دينار أظن أو 14 دينار بالسنة لمية دينار، بس هذا التأمين أنت بتعمله أنه لا قدر الله إذا إجاك كانسر أنه تتعالج. صحيح. أنه أنت مأمن على حالك. أتليست إذا ما بدك تتبرع بمصاري، روح أمن على حالك، أمن على عائلتك بهذا ب 14 دينار او ب 30 دينار او ب 45 او ب 100 دينار، يعني اكبر واحد فيهم ب 100 دينار بالسنه. واحنا ان شاء الله ايمان حننزل الروابط على صفحتنا الموجوده على الفيسبوك اذا اي شخص بحب يدعم مرضى السرطان واي شخص بحب يعرف عن منظمه فن الحياه. ايمان مطلق رئيسه الجمعيه الدوليه للقيم الانسانيه واول مدرسه اردنيه لمنظمه فن الحياه، شكرا لوجودك معنا باول حلقه من عام 2014. شكرا لكم، وبليز خلينا نكسر هاي السنه كل العلاقات الموجوده عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا خلينا ناخذ فاصل وراجعين.